إذا كان هناك بعض المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي في البلدان العربية، كيف يمكن أن نستفيد من الخيرات وتبادل الثروات بين تلك البلدان؟ إذا كان هناك هدف وأمل لتقليص الفجوة في الاستيراد من الخارج، يجب أن نعمل سويا كدول عربية وإفريقية من أجل تحقيق استقرار وأمن غذائي في المنطقة العربية. يوسف هذه منطقة شيشاوة. دابا حنا دابا هنا 5 سنين دابا تقريبا، أول مرة جنا هاد الشجر، جنا شي شجر كبير ما كيتزاد ما والو، ديما كنسقو والو ما كيتزاد. دازت واحد المدة تقريبا 4 سنوات، تصلنا بهاد الماكينة ديال الطواطي، تولينا جنا شي أشجار دابا صغيرة ولات دابا غادي مزيانة، يعني كانت مروحة بزاف، يعني ما كتزاد الأشجار ما والو، خزنا هادي ولات دابا غادي مزيان. الناس هنا دابا كاع كيجيو كيسولون بيا قلت لي بينابي، كنعيط لهاد السيد مسؤول ديال الطواط، بسم الله هاد الارض دابا كنا بغينا نهجروها، دابا كنا باغي نبيعها ما كتستافد فيها حتى حاجه. من بعد واحد السنه زرعنا هادي جدك ديال الطواط، يعني هادي هي الشجر دابا المحصول، دابا كانت شجره كبيره عزبرنا دابا غاديه مزيان. انت كتشوف في الشجره كيفاش دايره غادي مزيان، ماشي بحال اللي كنت وريتك قبل. وزارعين التاي الزيتون، زرعنا الكرم، زرعنا الدرق بشنا غادي مزيان، وزرعنا اللوبيا غادي مزيان. دابا كنا كنفكروا كنا غادي نبيعوا هاد الارض شامسين، كنا نبيعوا من هاد الارض، علقنا فيها كاع شام بلاكه وبال الناس كيجيو كاين الملح، واش تصلنا بهاد ديال الطواطر يعني نتائج مزيان. دابا يا اخي دابا هاد الشجر دابا عندها دابا 5 سنوات كنكرفصها، ما كتزاد ما والو، كان دابا الاوراق ديالها صفرين. دابا من بعد فاش درنا ديال الطواطر هاد العام حصلنا محصول مزيان، بدا كيتزاد دابا الاوراق ديالها، دا غادي مزيان دابا، داك الخضار دابا غادي مزيان. دابا كان الملح بزاف هنا، كان بحال هكا بحال الشكل هذا. دابا فاش بدينا كنسقوا دابا بدات الملح كتهرب، مابقاش دابا غادي داكشي مزيان. الزراعة بدينا كنزرعو دابا غادي مزيان، داكشي المحصول غادي مزيان، الملح بدات كطاهر. كانت عندنا يا أخي في الملح كانت عندنا في الأراضي 11 قرة وفي الماء 7 قرة، كانت يعني الأرض كتبقى بيضاء بالملح. ودابا نيا مبقاتش مع الجهاز ديال التواطر ما بقات لا ملح لا والو، يعني ولات الأرض مزيان. التيوات من قبل كانوا كيتسدوا بالملح، كانوا كيتسدوا لنا بالملح بزاف. هدفنا في برنامج الزراعة العربية تقديم الحلول لكل المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي داخل الدول العربية والإفريقية من أجل استقرار أكثر لهذه الأراضي وزيادة في المحصول.